ايه سعاد مين الاخوين براندو هون؟ اوها اهلينو مني هون سافرت هجرت رحت على اذربيجان. قالت لنا انك هون. قالت لنا انك هون يا فشل. يا اهلا يا اهلا اهلا وسهلا بالشركة. يا اهلا يا شريك. كيفك استاذ فادي؟ والله بتصدق كنت منيح. خير سلامتك. والله ما بعرف يا اخي هلا بلحظة هيك ضربني وجع راس ولك الشرج براسي بلش يعني ينبضك ينبض. ايه معلش معلش هلا عشوفتنا بتروق. ايه روق علي روق. يا اهلا وسهلا خير يا طير. الله خير يجيك يا شريك. لك انا بتصدق يا وجيه كل يوم كل يوم بسال حالي زيت السؤال شو يا اخي انا شو كان بدي بهالشغله وفوت معكم شراكي لك تضرب منك اله برف شو هيدي؟ برف برف معناتها الحاصل انه اوف برف روح روح الله يزيدك من المعارف الله يزيدك بالعلم حبيبي الله يزيدك بالثقافه ولك روح ربنا ياخدك ويعلمك ويعلمك لفوق 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 ويلبدك بالعرض بيرتاح منك يا خوي برف برف تفضل استاذ فادي نعم حتى ما تقول انه نحن دائما بنيجي لعندك وانا دائما بقترح عليك هالمره رح خلي خي نزيه هو اللي يقترح عليك تفضل خي نزيه احكي لا 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 خيي انا ما بحكي وانت هون معلش خي نزيه مش الحال لا 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 ولا ممكن انا احكي طول ما انت موجود الحكي لك بالاول معلش معلش هالمره بس لا ما رح احكي انت لازم تحكي لا لا نزيه احنا اخوي من ايه لا اكيد انت بدك انه شو بقول بكون جننوك انتو شو شغل بكون جننوني انه شو كل مره بتيجي بتعملوا لي هذا الزجل بيناتكم خي لكن ابر احكي عندي شغل طيب رح احكي تفضل بما انه الشغل بالباب خفيف وبما انه صار لازم وضروري انه نجيب مطربين حتى نمشي الشغل بالباب فارتقينا انا وخي وجيه طبعا بعد الموافقه من حضرتك يا شريك انه نجيب مطربه تطربنا كل ايام الاسبوع بما فيهم الاحد والاعياد فشو رايك نعم طلع عليك يعني هلا انا بفهم الحديث بدكم تجيبوا مطربه لتطربنا عليك نور ولك تطرب منك إله ولك في كون شي بك سلق وارتاح منك ولك قوموا فلوا منه ماشي يا شريك لك شو ليش وفيش ما بدي ضل ادفع بالباب انا يا خيي ما بقى معي ليره انا منين بدنا ندفع للمطربه لا طمن بالك يا شريك من هالناحيه محلوله كيف محلوله كيف محلوله ايه محلوله كيف يا استاذ فادي؟ قلت يا استاذ فادي احنا بدل ما نجيب مطربي على الباب وتكلفنا دكي ارتقيت انا وخينا زي انه ليش نحن ما بنشتغل عصبيه وبنعملها مطربي ونحن منطلع من وراها دكي نعم طلع عليك يا استاذ فادي بما انه نحن بنعرف انه حضرتك بتفهم بالموسيقى وبتعزف وصوتك حلو فارتقيت انه انا وخي نزيه انه انت تكون الحكم اللي بده ينقي هالصبيه شو عم تحكي؟ مثل ما عم خبرك هيك دكي ايه فشو رايك بهالفكره يا شريك؟ والله دكي اي شو اي فكره يا فكره انه نحن نحضر صبيه ونعملها مطربه ونشغلها معنا بالباب ايه ونطلع من وراها دكي ونطلع من وراها دكي ايه لازم نطلع دكتين دكي وحده دكي ما بتفيدنا ليش بدك دكتين الو سعاد تفري ان وان ما رح تلحي ما رح تلحي تو ان وان اي والله اذا مش قهوه سيده الله لا يقليني تلي نطلع من وراها دكي تسلي بالناطور يطلع لي الجفن ويطلع معه دكي لا شو دكي والله يطلع معه دكتين لارتاح منه ناطنين عندي قوم 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 ما بدك تطلع دكي قوم هيك صارت يا استاذ فادي هيك صارت حبيبي عكل حال يا استاذ فادي الليلي جايين الصبايا على الباب وراح ننقي صبيه من بيناتهم فمتامل تشريفك قوم خينا تقوم ايام تاخذني عكل حال يا استاذ فادي انت شريك انت شريك وواجباتنا انه نخليك على علم بكل شيء عم بيصير بهالباب يا شريك لا بل مجبورين انه نخبرك هلا اذا ما حبيت تجي فستين الف عمرك ما تجي ساعتها نحن رح نقرر عنك واذا جيت جيك موجي
اهلا وسهلا بجيتك. ماشي خينا زيها ودخل عيونك حكينا اهلا لعيونك ما جينا دخل عيونك راح تضرب منك وهيدا اللي كان بعد ناقصني. انا محامي قد الددي روح اقعد حكم لنقي مطربه وصلتينا لنص البيب وقطعت الحبل فينا ويلي